تلعب على طول حلوه فيها فرصه. هو جون يا ولد يلم. هو جون جون القيصر. القيصر حسني عبد ربه يقول كلمته. يا سلام يا بناهيني اسست. لا لا ايوه طبعا طبعا بيقول له بناهيني بناهيني السبب. مانويل بناهيني يا ولد. حسني عبد ربه يتقدم للدراويش في وقت مهم جدا جدا في الدقيقه 42. فرحه القماش واحمد فكري وايمن الجمل من الكره اللي قلت لك الاسماعيلي بقى له 3 4 دقائق افضل. حسني عبد ربه يعود لزور القيصر في جدا. شوف بناهيني ده طولت الكره كمان واتساب. يعني طولت منه واتساب ده معناه انه مش متغطي خلق. اهي لما طولت وقف وبص وشايف حسني في وضعيه مثاليه. اذا كان هو 70% فحسني 100% يضمنها في الجول ويحطها القيصر. يا ولد يا لعيب. حسني عبد ربه يفضل حسني عبد ربه. اكيد اكيد تراجع في بعض الاوقات ما يكونش فورمه في بعض الاوقات، انما لما بيرجع ولما بيعوز يرجع بكل تاكيد بيقدر يعمل ده عشان هو طبعا من النجوم الكبار في الكره المصريه بكل تاكيد.